صديقة مروان، فؤادي يؤكد على وجود خطبة قريبة. شاهد المزيد من التفاصيل. قام صديقة مروان فؤاد بالتفاعل على صفحته بالإنستغرام من خلال الإجابة على معظم أسئلة المتابعين، وهناك سؤال من أحد المتابعين عن خطوبة مروان وطلبوا من فؤاد إعطائهم دليل أو تلميح عليها، وصرح فؤاد أنه بالفعل هناك شيء ينطبق وأعطاهم دليل على شكل فاكهة كتلميح منه عن هذه الخطوبة. وبالتأكيد فإن هناك خطبة قريبة بالموضوع، لكنها ليست لغيث مروان. انتشرت بعض الأخبار الأولية تؤكد على أن حفل زفاف كريم الديب ولين أبو شعر سيكون في المالديف بحضور معظم اليوتيوبرز منهم غيث مروان، أسامة مروان، نور سارس الذين تم التأكيد حضورهم. يعني هلا اللي حيصوت خلوا لين وكريم يزعلوا، ما بعرف شو بدي أعمل فيكم. لهيك أنا متوقع نسبة التصويت تكون 100% أول أوبشن، بس والله غيرت على السريع ورايحين على الفطور ومتأخرين للأسف، مو من عوايدنا، بس صار والله كثير تعبانين هالفترة، يمكن ملوا من كثر ما قلنا تعبانين هالفترة. المهم بس بقى هيك مشان هيك حطيت لكم الستوريز ونحن على الطريق، وإنما هو أذن بالإمارات. بتقولي؟ كنت عم اقول لهم، عم اقول لك عشان ما تسمعي من ثانيه بدها تفسد بيني وبينك، كنت عم اقول لهم انه خربتي خلاقه لكريم، كان دائما بالمواعيد. ايه ايه صراحه انا اعترف يعني بس انا ما بعرف.